بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشوف التاج اللي بعد كده. عندنا التاج اللي هو بولد. بولد تاج بيقوم بعمل تكبير للنص، او يعني بيعمل النص بشكل عريض. فلو جينا كتبنا نص بشكل عادي تمام وبصينا عليه مع بعض هنا، قلنا مثلا Welcome to HTML، عملنا ريفرش، ده النص العادي الديفولت اللي ما فيش اي مشكله فيه خالص. طيب عايزين نشوف بقى النص ده هيكون بشكل عريض ازاي، فهنيجي هنا بي اوكي، وهنكتب جواه ويلكم تو HTML. طيب هنعمل ريفرش، ده البولد تاج وده النص العادي. شكرا، قابل في درس جديد. السلام عليكم.